أشرغ صوتها في سماء الفن السوداني الملبد ببعض العيوب مؤخرا، فكان الإحساس العالي الجميل والأداء المتميز والخامة الصوتية الفريدة. فكانت الفنانة الدكتورة شروق أبو الناس تبعد عننا أحيانا في دول المهجر، ولكن يشدها الحنين إلى صوت وعافية المطر وهذا البلد الجميل، فتعود لتتفجر إبداعا وبالجديد والمدهش من خلال شاشة قناة النيل الأزرق. إذن أحباب تقاسيم، هذه الحلقة هي في رحاب الفنانة شروق أبو الناس. مرحبا بكم، الحمد لله على السلامة شروق. بين أهلك وأحبابك نورتيهم، أما أنا الأوان لسنين الغربة تنتهي وإنك تظلي بين جمهورك وناسك، والفنان ما عنده وطن. الله يسلمك أول شيء، وأنا سعيدة جدا بالاستضافة الجميلة على قناة النيل الأزرق المميزة، وشكرا لك على المقدمة الجميلة. تستاهلي. الله يخليك إن شاء الله. الغربة ما بيد الإنسان، يعني أنا لو بودي أنه أنا أصلا من البداية ما أكون في بلد غربة، لكن الإنسان ما بيختار مصيره، بس المصير اللي بيلقى نفسه فيه وبيحاول يتأقلم عليه ويحاول يتجنب سلبيات ويتجه نحو الإيجابيات. يعني حيظل الارتحال، كان بودي أطمن جمهورك بأنه شروق أخيرا غالت وداعا. والله هي النية الموجودة، بس تعرفي القرار والنية موجودين، بس الاستقرار هنا عايز له ترتيبات كثيرة يعني، وأنا عندي أسرة وزوج وأولاد ووالدة ووالدتي ووالدي وأخواني كلهم موجودين في دولة الإمارات، فعلشان يعني أترك كل الأهل وكذا. برضو هنا في عندي أهل، لكن تعرفي حاليا صعبة شوية، يمكن في المستقبل. الفكرة موجودة وساعية، أنا ساعي كبير جدا نحو الاستقرار إن شاء الله. ربنا يخليهم ليك ويوفقك إن شاء الله. الله يخليك يا رب. أكيد بنتمنى رجوعك بالسلامة. هي خصمت منك كثير الغربة ممكن نقول؟ والله هي خصمت مني من الناحية الفنية بس، يمكن أكثر. إحنا يعني ما قاعدين نقول إنه إحنا عايشين في غربة كثير، لأنه ممكن كمان دولة الإمارات دولة شقيقة، ودولة إحنا اتولدنا فيها وتربينا فيها، وهي دولة عربية يعني، ما زينا من تكوني مغتربة في دولة أوروبية. دولة عربية، لغة عربية، دين إسلامي، كل الحاجات دي بتحسي إنه أنت ما عايشة غريبة. والسودانيين أكثر من الخليجيين. والسودانيين هناك كتير جدا و نعم. ومتواصلين تواصل جميل يعني. نعم. طيب بالمناسبة دي تسمعين أول عمل إيه؟ طيب أنا عايزة أغني أغنية مسموعة اسمها عشناك غنى يا أجمل منى. نعم. استمع لها. وأنا حابة قبل كل شيء أشكر الفرقة الموسيقية شكر كبير، تعبوا معي في البروفات وفي في 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 حاجات كثيرة يعني، فأنا بشكرهم شكر كثير. نشكرهم بدورنا ونستمع إلى عشناك غنى. Thank you.
شكرا شروق على هذا العمل الجميل. وشروق تميزت بلونية خليجية أكثر، يمكن شاهدناك في اللونية السودانية، ومن قبل أيام أو شهور شاهدنا أو في الشبكة العنكبوتية كان في إشاعة قوية جدا بأنه شروق حتحتزل الغناء السوداني وإنها بتتميز في الخليجي أكثر. ما أعرف أنت بتعاملي مع الشائعات كيف أول حاجة، وبعدين الشائعة دي أثرت فيك كثير؟ طبعا أنا بتعامل مع الشائعات زي كحال أي فنان أو كأي مبدع أو كأي إنسان يعني ما بيدي شيء، لكن طبعا في بعض الشائعات بتضايقني أكيد، وبعض الشائعات اللي زي دي يعني طبعا ما بتقوم تأثر علي، بكون بحاول أكون قوية، ما برد عليهم أنا بس برد بالفعل، يعني بخلي دائما أعمالي تتحدث عني أكثر من ما إنه أنا يعني يكون عندي هاجس عايزة أرد كيف أو أنفي أو كيف أتعامل مع الإشاعات أو الحاجات دي حاجة عادية موجودة في الوسط الفني، حالك كأي وسط يعني، ودي حالة صحية يعني أنا بعتبرها، يعني لو ما الإنسان صحية. مؤثر وعنده أعمال مطروحة الناس ما بتتكلم عنه ولا بتجيب سيرته. ده بيقودني لسؤال آخر، سهام النقد لساعاتك كثير، لساعتي منها نعم كثير نعم. أثرت فيك؟ تقبلتيها كيف؟ بالعكس، يعني النقد أنا بحب النقد جدا، لأنه مؤمنة أنه النقد بيبني الإنسان وبيقوم التجربة، وكل ما توجه لي نقد حتى لو كان صعب وبيمسني بحاول أخذ الجميل منه، أحاول أخليه كله يصب في مصلحتي يعني، وأمشي للطريق اللي قدام لأنه الطريق لسه قدام ومليء بالصعوبات، فإذا أنا تراجعت من البداية ما حكون قوية وأقدر أواصل في رسالتي الفنية، لأني أنا مؤمنة وكل اللي حولي مؤمنين أنه أنا بحمل رسالة فنية راقية ومؤمنة بها، فلازم أصبر يعني ما عندي غير الصبر. ربنا يوفقك. نحن في عصر الصوت والصورة والشكل الجميل هو نعمة من رب العالمين، لكن أحيانا بيكون كأنه نغمة، يعني أي فنانة جميلة بتجد إن سهام النقد على دائما في شكلها، بإنه هي ظهرت كشكل أكثر من إنه كصوت. الحاجة دي بتضايقك؟ يعني أنت ما شاء الله من الفنانات الجميلات الآن اللي في الله الساحة. الله يخليك، وأنت جميلة كمان. لا طبعا، يعني أنا بحسها إنها هي يعني نعمة من ربنا الحمد لله، والفن والجمال ده شيء نسبي يعني، قد يراني فلان جميلة وفلانة تراني مش جميلة، يعني دي بترتبط بتقييم الشخص نفسه يعني، ولكن أنا حريصة دائما إنه أنا أكون دواخلي جميلة وأعكس فن جميل، بركز يعني على فني على شكلي، يمكن أيوة يعني برضو بجتهد إنه أظهر للجمهور بشكل جميل، لأنه أنا بحترم الجمهور جدا وبحبه، وأنت لما تحبي ناس بتحبي بتظهر لهم في أجمل صورة، يعني ربنا نفسه بحب الإنسان لما يمشي للمساجد يكون في كامل زينته، نعم. فما بالك إحنا الناس العاديين يعني. نعم، إن الله جميل أحب الجمال. نعم. بمناسبة الجمال سمعينا تاني واحدة من أغنياتك الجميلة، سمعينا شنو؟ طيب أنا عندي أغنية لما رنت، هي كلمات الشاعر البروفيسور معز عمر بخيت وألحان دكتور الماحي سليمان، وأتمنى أنها تعجبكم إن شاء الله. إن شاء الله نسمع.
قصيدة فات خواطر الشوق سحابة للمحطات البعيدة وتغرد كل المواني شروق. ولما رنت اغنيه جميله فعلا بهنيك عليها، وبالمناسبه انت يمكن من اكثر تعاملاتك الشعريه كانت مع البروفيسور معز عمر بخيت. نشوف كمان شعراء اخرين تعاملتي معهم، ملحنين كان لهم اسهامات في مسيرتك الفنيه. يا بلاش اهلا مرحبا بكم، تعالوا معي. هلا وين؟ انا يا بلاش وكل شروق. ولما رنت اغنيه جميله فعلا بهنيك عليها، وبالمناسبه انت يمكن من اكثر تعاملاتك الشعريه كانت مع البروفيسور ما
معز عمر بخيت، نشوف كمان شعراء اخرين تعاملتي معهم، ملحنين كان نعم. لهم اسهامات في مسيرتك الفنيه. نعم، كان يعني انا اول شيء برسل لهم تحيه كبيره لكل الشعراء وكل الملحنين الجميلين اللي صادفوني في مشواري الفني، وبتمنى اتعاون مع اكبر كميه من الشعراء والملحنين الشباب. على فكره انا ما شرط عندي انه يكون دكتور او يكون يعني انسان مشهور في الوسط الفني، بس انا دائما بكون حريصه انه انتقل الكلمه ذات المعنى الجميل واللحن الرنان. فكل انسان بيشوف في كلماته يعني ممكن انا اوصلها بشكل جميل، يا ريت ما يحرمني منها، ويا ريت كمان كل ملحن بيشوف انه انا ممكن اوصل لحنه للناس بشكل جميل برضه ما يحرمني منه. نعم ان شاء الله. مشاركاتك الاخيره في المهرجانات الداخليه كانت اخر المشاركه في مهرجان الطابي والبردين. نعم. كيف كان تفاعل الجمهور معك ويتقبلوا منك اللونيه الخليجيه بصوره جيده؟ يعني معروف الجمهور السوداني بحب دائما متعصب للغته للهجته للونيته السودانيه. نعم. نعم، بس انا عايزه انوه لي حاجه حلوه، انه المستمع السوداني بصراحه يعني مستمع مميز في استماعه، بيستمع للخليجي، بيستمع لللبناني والمصري، وبيستمع للسوداني بكثره طبعا. فعشان كده لا، انا بلاقي انه الجمهور هو اللي بيطلب مني انه اغني لهجات مختلفه. يعني انا بقدم في الاول سوداني وبكون مجهزه لانه بكون متاكده انه حيطلبوا مني. اتعود على شروق باللونيات، اتعود باللونيات. انت غنيتي بكل اللهجات العربيه. نعم، جبتيها تماما، وكمان اللهجه الخليجيه تحديدا كانت هي اكبر مروج لك خاصه في الخليج، صحيح؟ يمكن علشان تجربه حنين اللي اتعملت، كانت برومو لفيلم اماراتي اتعمل في الامارات، فكان التتر بتاع الفيلم حنين، فدي وتصورت، فكانت هي عملت لي يعني عملت لي مدخل للغنى الخليجي، فكانت تجربة حاولت جميلة. حاولت تستغل المدخل ده، تحاولي تنشر الأغنية السودانية من الخليج من هناك، حاولتي ولا؟ والله أنا طبعا مهمومة بقضية توصيل الأغنية السودانية للخارج، مهمومة بالقضية دي، ويعني مجتهدة جدا إنه أوصلها لأبعد مكان ممكن توصل له. يمكن عشان كده انا بقول انا بغني بكل اللهجات، علشان تكون احدى المداخل انه تغني للناس بلهجتهم، وبعد ما يعني يستوعبوا الحاجه دي ويحبوها فيك، بتقوم طوالي يعني كخطه كده بتقومي تطرحي، او هم نفسهم بيطلبوا منك الغنى السوداني. وحريصه جدا انه اقدم لهم الغنى السوداني في قالب جميل، يعني كلمات واضحه، يعني ايقاعات تكون واضحه. يمكن تجربتي مع استاذ مدني النخلي والشاعر الجميل يعني مدني النخلي، قدم لي كلمات سودانيه واقترحنا انه يتعمل لها لحن خليجي اللي هو الرومبا خليجي، فكان اروع زول يعمل لها لحن هو الملحن طارق خيري. انا برسل له تحيه كبيره، وهو من كثر اجتهاده معانا في الاستوديو انا بحييه كثير. عمل لها لحن جميل، انا من اول ما سمعته طوالي حسيت انه لا انا عايزه اغني الاغنيه دي، وهي الاغنيه صاحبه فكره، يعني انه احنا مزجنا ما بين الكلمات السودانيه والايقاعات الخليجيه، فطلعت في قالب جميل كده. اتمنى انه توصل زي ما احنا حابين. وغنيت هناك في الامارات، حتى لما سجلناها في الاستوديو نالت اعجاب المهندسين الصوت والموزعين. وعلى فكرة ما أنسى أنه أقول وزع الأستاذ الموسيقار إيهاب عزمي، وهو من مصر الشقيقة يعني، ونرسل له تحية كبيرة، هو بدولة الإمارات أكيد. بمناسبة حنين، أنا عرفت أن عندك نية عشان تعملي كليبات تانية. أيوة، أو في دورة الإعداد. نوايا كثيرة، بس أنا حابة أسمعكم موال الحب وبعدين نرجع. خلاص جميل، نسمع موال الحب.
وثبتنا على الوعد حرفين حبيبي سكون من العين يدوب الحب على القلبين وشاجر وحسب شاجر كتبنا على الوعد حرفين حبيبي سكون من العين يدوب الحب على القلبين وشاجر وحسب شاجر يا عليا عمري نتهنى ونملى الدنيا حب الفرقة الموسيقية اللي أبدعت عبر موال الحب. شكرا شرو مرة تانية، برحب بك في برنامج تجاسيم، ومشاركتك في دار الأوبرا كان لها نجاح مقطع النظير يعني، فأنا ما عارفة السر كان إيه يعني. والله الحمد لله السر قبول من رب العالمين، بس لما ربنا يقبل إنسان بيجعل له يعني، لما ربنا يحب إنسان بيجعل له محبة الناس في قلوب في القلوب يعني. كان تجربتي مع الأستاذ الدكتور الفاتح حسين في دار الأوبرا المصرية، قدمت أعمال سودانية وقدمت أتذكر أغنية زوروني كل سنة مرة كمان، فلاقت إعجاب، وده اللي خلاني أصير فعلا أنه أنا أقدم لهم حاجة من نون باللهجة المصرية. طبعا زوروني بتاعت سيد درويش، فبالناس وغنيتها بشكل الحمد لله. وانا بالمناسبه برضو بشكر زوجي لانه هو اللي اختار لي اغنيه زوروني دي انه اغنيها في المهرجان، وكان اختيار موفق جدا. بيشارك معك في اعمالك الفنيه، بيختار معك كثير جدا يعني، يعني اقول لك بنسبه 90%. وانا بجد يعني حابه اشكر زوجي كثير، لانه تعرف الفنانه لو ما لقت سبورت قوي من الزوج ممكن موهبتها مهما تكون تندثر وما توصل لقدام ولا خطوه يعني. هو قبلان مني يعني اني اهمل في البيت ومهمله في حاجات كثيره جدا بسبب الفن، بس عمره ما ضايقني بكلمه، بالعكس بيعمل لي سبورت قوي جدا جدا يعني، معنوي ومادي، ويعني ما اعرف اقول لك قدر شنو. ربنا يحفظه ويطول عمره ان شاء الله. نحن بنحييه، وان شاء الله كله فنانه وكله واحده في المجال الفني والاعلامي تجد زوج زي المهندس ياسر يعني. بتمنى كده، لا كمان حاجه زي دي بتخلينا احنا نتقدم للامام اكثر يعني.
جميل. كمان مولانا الغادي احمد ابو الناس هو من اكثر الناس اللي يعني اصطلوا بنيران العذاب لحد ما الشروق تظهر للناس بالصوره الموجوده. نعم نعم، يعني انا حابه بجد اشكر يعني اسرتي الكبيره في البدايه، ابتداء من الوالد احمد ابو الناس للوالده عائشه عبد الله لاخواني كلهم فردا فردا. ليه؟ لانه من اول ما طلعت لقيت تشجيع شديد منهم، لقيت يعني دعم كبير منهم، بيكونوا حريصين على انه يحضروا سهراتي، يحضروا تسجيلاتي، يحضروا الاغاني، اختيار الاغاني، بيساعدوني يعني، وانا بستعين بهم كثير لانه يعني احنا عيله فنيه. الوالد بيستمع للاغاني يمكن في مكتبته اغاني سودانيه قد تكون هنا ما موجوده، بجد تراث. لما فيك الحس الفني من انت صغير؟ من واحنا صغار استمعنا لكبار وعمالقه الفن السوداني والفن العربي بشكل عام. فانا برسل لهم كلهم تحيه وبتمنى لهم طوله العمر، وبرسل تحيه لكل الناس اللي وقفت معي في مشواري الفني. انا عرفت كمان عدد من اخواتك واخوانك في البيت هم اصواتهم جميله وبيغنوا منهم، دكتوره تهاني انا برسلها تحيه من هنا. نعم. فمين ثاني من الاسره اللي بيغني صوته جميل؟ دكتوره تهاني تغني وصوتها جميل جدا، وجوهرة اللي هي في مجال إدارة الأعمال برضو صوتها رائع، يعني يمكن صوتهم كمان فيه حاجات في سلالم يمكن أنا يمكن ما قاعدة أقدر أصلها، هم موجودة في صوتهم. بس سبحان الله عندهم مواهب تانية برضو أبدعوا فيها، بيكتبوا شعر وبيلحنوا حاجات كثيرة يعني. فهم كمان هم حريصين كمان على أنه أنا أظهر دائما بشكل قوي وشكل كبير، وبيشجعوني كثير جدا يعني. رأيك شنو تهدي لهم العمل القادم؟ إن شاء الله أهدي لهم طيب نهدي لهم وين وين وينك وطيب شذاك وحشاني عيونك يا ملاك. اسمع يا ملاك. بس ما تنور من شو
شكرا شروق والفرقة الموسيقية. مرحبا بكل اللي انضموا لمتابعتنا من خلال هذه الحلقة من تجاسيم. ما زلنا في رحاب الفنانة الجميلة شروق أبو الناس، برحب بك من جديد. وصعب انه الفنانة توفق بين أسرتها وبين فنها. نعم. ربنا يخلي لك لارا وأحمد. الله يخليهم. في تقصير بتحاولي توفقي كيف؟ ايوه في تقصير كبير، انا بعترف. نعم. يعني امام الجمهور كله انه انا مقصره جدا، بس ما بيعرف. هو عارف، مش مهندس ياسر يسمع بس. لا هو عارف، هو حاسي. انا مقصره جدا يعني، لكن انا بحاول انه اوفق ما بين كله بالتنظيم وبمساعده زوجي اكيد يعني، وبتي برضو حاولت يعني خليها تتحمل المسؤوليه من بدري. يعني هي ما شاء الله عمرها 9 سنين، بس ما شاء الله يعني مسؤوله وحاسه، مخلياهم في البيت هي والطفل الصغير احمد عمره 1.5 سنة. يعني الزوج لما يكون متعاون، الأسرة بتاعتك اللي انت عايشة معانا لما تكون متعاونة، بيريحوك كثير وبيخففوا عنك كثير جدا، بيخلوك تقدري على الأقل تستمري في المشوار اللي بديتيه. أكيد. شروق أبو الناس ما بين المهنة والهواية. نعم. انت طبيبة، مختبرات طبية، ومارستي المهنة ليس فقط دراسة. نعم. هجرتيها من أجل الغناء؟ نعم. حقيقة أنا يعني أول شيء بحب مجال المختبرات الطبية، واشتغلت في المجال فترة طويلة يعني، وكنت مميزة الحمد لله. لكن في فترة من الفترات، حتى بالذات الفترة اللي كان فيها المشاركة بتاعت دار الأوبرا المصرية، حصل تعارض كبير جدا ما بين الإجازات اللي أنا عايزاها والشغل والترتيبات وكده، فحسيت أنه يعني الموضوع عايز تركيز، الفن عاوز تركيز شديد جدا، عاوز بروفات مستديمة، عاوز سهر، عاوز متابعة، عاوز مجهود ذهني كبير جدا. فلقيت انه انا تعبت يعني، ما حقدر، حيكون البيت، الشغل، الفن صعب. وبعدين بعد المشاركة بتاعت دار الأوبرا المصرية كمان ادتني كده دفعة، النجاح فيها اداني دفعة انه الاستمرارية في الفن لابد منها، لابد من توصيل اسم السودان لحتة جميلة جدا. لانه انا لما طلعت كمطربة سودانية في دار الأوبرا المصرية حسيت بالفخر، وحسيت استقبال المصريين جميل جدا للسودانيين، بس بينتظروا انه احنا نقدم
جميل. بمناسبة البيت بتطبخي كويس ولا تيك اوي؟ والله اسأل زوجي، هو معاكم في الاستوديو ممكن تسألوه. جميل. نتعرف على شروق من ناحية تانية كمان، هواياتك اللي بتمارسيها، عندك هوايات أخرى؟ بتمارسي رياضة؟ نعم بمارس الرياضة بس ما بنتظم فيها كثير يعني. يعني بحب تصميم الازياء والميك اب والحاجات دي، مو لعبي. تصممي لنفسك لوحدك؟ بصمم. والله بصمم حاجاتي كلها وانا مصممها وعاملها. اللبس الجميله دي الان من تصميمك؟ لا كلام جميل. يعني دي دعايه. ده اعلان، دي دعايه لك. الله يخليكي، شكرا. تسلمي يا ستي. كمان قبل بدينا موضوع الكليب وما رجعنا له ثاني. اوكي. الكليب إيه؟ الكليب ان شاء الله عندنا يعني كذا اقتراح لتصوير كليبات مختلفه للاغاني اللي تم انتاجها في دوله الامارات في دبي في استوديوهات الاستاذ الفنان يوسف العماني. انا برسل له تحيه كبيره لانه مولع بالفن السوداني، وان شاء الله يعني حيكون عمل كبير ضخم بيني وبينه دويتو، أغنية خليجية وأغنية سودانية، فدي أول مرة أصرح بها في قناة النيل الأزرق. فايز ده تصريح حصري علينا على تجاسيم. صحيح. جميل. بالمناسبة دي نسمع إيه؟ طيب نسمع أغنية لماجد الرومي. أنا طبعا بحب ماجد الرومي جدا، فنانة جميلة العظيمة، فنانة عظيمة جدا، وتأثرت بها يمكن في بداياتي وفي كل مشواري الفني، بحس إنها هي قامة من القامات العربية الكبيرة، من أصعب الأصوات العربية. نعم. ما خفتي من إنك ولا كان في تحدي جواك؟ إنه في تحدي جواي وفي حب لها شديد وحب لصوتها، فأتمنى إن شاء الله إنه أنا أدي الأغنية بالشكل الجميل وبهديها أكيد لزوجي ياسر. نعم نسمع لمجد الرومي وحدا بيعبي بصوت الفنانة شروق والناس. مش جديد شغلة بالي وبالك وبتسأل
تسأل شو بتريدي ليش ما بتسأل حالك باي مين بيحبوا ما بيقدروا يخبوا شو القصة يا قلبي شو القصة يا قلبي وما حدا بيعبي مطرحك بقلبي شو القصة يا قلبي شو القصة يا قلبي شروق ما حدا بعبي بمطرحك قلبي من أصعب الأغنيات اللي تغنت بها الفنانة الكبيرة مايدة الرومي وفعلا التحدي اللي جواك هو واضح والحمد لله نجحتي الله يخليك شكرا بشهادة عبد الزبيع وأتمنى الجمهور فعلا تعجب الأغنية يعني إن شاء الله خصوصا إنه على فكرة أنا عندي دور بتاع أنفلونزا حاد جدا وما بقول كده عشان الفنانين متعودين يقولوا كده لكن تعبانة يمكن باين على صوتي لكن أنا بشكر مهندس الصوت اللي تدارك المعضلة اللي في صوتي وحاول يعدل بقدر الإمكان يعني لا ما شاء الله إذا ده دور بردي على طول خلي معاك كل ما تكوني بتغني الله يخليك إن شاء الله أنت شاركتي بمسابقة نجوم الخليج نعم ووصلتي للدور قبل النهاية وفي الآخر تفاجؤوا بإنك ما خليجية وهم كانوا عايزين نعم. نجمي خليجي نعم الحاصل يعني. في بداياتها يمكن قبل 5 سنين كان طرح الدعاية لأنه في نجوم الخليج وال يعني المبدعين أو الموهوبين اللي بيغنوا بالخليجي فتقدمت للمسابقة ولقيت قبول كبير جدا ووصلت لحد الدور ما قبل النهائي اللي هو منه وبعد كده خلاص بكون نجم الخليج يعني فقاموا طلبوا مني إن هم بيصوروا البروفات كانوا فطلبوا مني انه انا اقول من وين وكذا وكذا يبدو انهم كانوا بيفتكروا انه انا من دوله خليجيه مع الاسف يعني كانوا ما كانوا عارفين انه انا سودانيه فلما قلت انا فلانه الفلانيه من السودان فوقفوا طوالي فقام قال لي انت سودانيه كنت قلت لهم ايوه قال لي بس يعني انت غنيتي احنا يعني حتى احنا نغشينا فيك انغشينا انه الشكل ما قمت قلت لهم لا يا جماعه احنا في السودان عندنا اشكال جميله جدا يمكن اللي بيطلع منها على الشاشة بسيط يعني نحن عندنا وجوه جميلة عندنا أصوات جميلة عندنا مبدعين كثير بس يمكن ما جاتنا الفرصة للمشاركة يعني حسيتي بعنصرية حسيت بظلم. طبعاً ما بقول ما حسيت طبعاً لكن هم يعني احتوا الموضوع ده وقام قال لي بس إحنا المسابقة يعني طرحنا
خليجيين فقط. خليجيين فقط، لكن احنا ما حنخليكي تطلعي من غير ما نقوم نعمل معاكي يعني اعمال تسجلي علينا بصوتك وكلام زي ده، بس احنا ملتزمين بقوانين المسابقه. فكنت طبعا الى حد ما حزينه، لكن اشتغلت معهم بعض الاغنيات اللي اتعملت هناك، وكان يعني الى حد كبير صدى جميل في 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 مجتمعهم يعني. جميل. كمان شروق والناس موجوده في الشبكه العنكبوتيه وفي الوسائط الحديثه. نعم. الفضل لذلك برضو يرجع للبشمهندس ياسر. ايوه طبعا، انا في الكمبيوتر يعني ما شاطره ولا افقه شيء، لكن معتمده انه زوجي مهندس كمبيوتر، طبعا يعني بكرهه حياته في انه رسل ايميل كده، رسل صوري للجريده الفلانيه، اعمل لي اعمل لي اعمل لي كده. كنت حريصه انك تكوني موجوده وسط الشريحه الهامه دي، لان هي شريحه مهمه جدا يعني، على الفيسبوك، على المنتديات، لازم تهتم يعني، لازم كان اهتم اوسع انتشارا ايوه بالشريحه. في ناس بيكونوا قاعدين في اوروبا، في امريكا، في الحتة دي، ما بيكونوا يعني مثلا بيشوفوا، او في قنوات قد لا تصلون هناك، او الجرايد او الاعلام بشكل عام. فالانترنت حاليا او الشبكه العنكبوتيه بتختصر عليك المسافات، المشوار والمسافات وكله. طيب، من الاعمال الجديده اللي ما رات النور لسه او مشاريعك الجديده، احنا في بدايه عام 2012. نعم. نشوفك حيكون في نشاط ولا في كسل زي لا 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 حيكون في نشاط، لانه الفتره اللي فاتت يمكن كان في كسل شويه، لانه انا كنت في ظروف اجتماعيه مختلفه يعني. الله رزقني ببيبي اللي هو احمد، ربنا يحفظه ان شاء الله. فدي كمان برضو من مهام الحياة يعني. فدي اللي عطلتني، كان التعطيل بسبب الحمل والولادة. الحمد لله التعطيل جميل، بس هو شيطان يعني، ربنا يحفظه. يعني ناوية إن شاء الله الفترة اللي جاية تكون فترة بتاعت عمل، نشاط، أعمال جديدة. وحريصين كمان أنا وزوجي إنه نعملها بشكل يعني هاي كواليتي يعني، تتسجل كلها في استوديو في دبي، ويوزع علينا الموزع إيهاب عزمي، واللي هي من بين موال الحب كما ذكرت، ومن بين أم اليتامى للشاعر الكبير محجوب شريف، وألحان حمزة سليمان، وأيضا في سألت الليل ألحان أحمد المك مع الاحتفاظ بالألقاب، ومن كلمات الدكتور عبد الكريم أزهري عوض الكريم. ختاما، تحية لكل اللي تابعونا من خلال هذه الحلقة، إلى أن نلتقيكم في حلقة أخرى من تغاسيم، خليكم على الموعد. وختاما، صدفة هي هدية شروق أبو الناس لكل اللي بتابعونا اليوم. كون على الموعد. يا حاجة جاك مسكول. بوجهي تلاوينا تطفاه من بين كل ما تعلقني، اليوم شفته عيني جات في عينا، حسيت شي بعيوني حيل يجذبني، لما ابتسم بنت بوجهي تلاوينا. شفيني وبينه اخذ يديني بداه وكان يوصفني، وانا تمام